شريان الأمل، والذي يبدأ من تقاطع الطريق الدائري عند الوراق مرورا بالنيل الغربي وجزيرة الوراق، فالنيل الشرقي ومنه إلى منطقة شبرا لخدمة القادم من وإلى الكورنيش ومدينة نصر وطريق الأوتوستراد ومصر الجديدة والأميرية والسواح وشبرا الخيمة. إنجاز هندسي استلزم بناؤه مليون متر مكعب من الخرسانة وأكثر من 290 ألف طن من الحديد. يتميز المحور بوجود خمس حارات مرورية لكل اتجاه، ويمتد جسمه الرئيسي بطول 6.5 كيلومتر إلى جانب 10 كيلومترات تشكل إجمالي أطوال المطالع والمنازل في الاتجاهات كافة. أمل ما كان ليتحقق إلا بجهود 4000 مهندس وفني. الحلم كوبري تحيا مصر الملجم، صرح مصري عملاق يتضمن 6 حارات مرورية لكل اتجاه ويمتد لنحو 540 مترا وبعرض 66.8 متر، ويتميز بأكبر فتحة ملاحية على النيل وبعرض 300 متر، ليشكل بذلك أعرض الكبار الملجمة حول العالم، وليستحق أن يصنف ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية. يتكون كوبري تحيا مصر الملجم من أبراج خرسانية عملاقة بارتفاع 92 مترا مع استخدام أكثر من 20 ونشا بحمولات مختلفة تصل إلى 600 طن وبارتفاع 100 متر. ويتميز الكوبري بجسم معدني تم تصنيعه بمهارة فائقة بسواعد مصرية وتجميعه داخل منطقة تجميع في نطاق الموقع بإجمالي أوزان 12 ألف طن. هذا فضلا عن 160 كابلا تم تجميعها بدقة هندسية عالية لتحمل الجسم الرئيسي للكوبري. يبدو الكوبري كلوحة جمالية هندسية تعكس التطلعات المصرية في حقبة مفعمة بالإنجازات. وهكذا يحيل المصريون التحديات إلى فرص، ويخلقون من الفرص أملاً جديداً. يحقق حلم التنمية المستدامة من خلال المزيد من الشرايين المرورية والطرق المحورية لخلق نهضة تنموية وبيئة حضارية تليق بأمة مصرية ما زالت تستحق الكثير. أمل جديد على أرض.